الإسرائيلي يريد أن يحتل 20% من قطاع غزة فيما يسمى بالمنطقة الآمنة، غير معقول. إحنا لا يمكن أن نوافق على عودة احتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة، ومقابل ماذا؟ يعني هو بده يحتل هذه الأرض بموافقتنا، ويأخذ الأسرى بموافقتنا، وتستمر الحرب. هل يوجد عاقل في العالم يفعل ذلك؟ لا. إذا لم نكن مطمئن أن الحرب ستنتهي، لماذا أسلم الأسرى؟ لم ينهي أكثر من 20% من قدراتها، لا البشرية ولا الميدانية. طب إذا هو لم ينهيها، ما الحل؟ الحل نذهب لتوافق. نحن عرضنا أكثر من مرة إنشاء دولة فلسطينية في الضفة وغزة وعاصمة القدس وعودة اللاجئين ضمن القرارات الدولية التي نشت بهذا الصدد، ونعيش في دولة ونقيم ونتفق على وقف إطلاق النار وهدنة مدتها 5 سنوات أو أكثر. أكثر من 1,200,000 مواطن ونازح في رفح ويريد أن يدخل رفح، سيتم التعامل معه كما تم التعامل معه في باقي المناطق، وربما أشد، بل وسيكون أشد. فنحن نقول بكل وضوح وجلاء، نحن نرحب بأي جهد لإغاثة شعبنا دون أن يكون بديلا عن الممرات البرية الطبيعية لقطاع غزة، ونرفض رفضا قاطعا أي تواجد غير فلسطيني على أرض غزة سواء في البحر أو في البر، وسنتعامل مع أي قوة عسكرية موجودة في هذه الأماكن، إسرائيل أو غير إسرائيل، سنتعامل مع قوة احتلال ونقاومها ونتعامل معها كقوة احتلال. الآن السلاح ما وظيفته؟ المقاومة والنضال وظيفته إخراج الاحتلال. فإذا خرج الاحتلال، كل تجارب الشعوب التي قاتلت وناضلت المحتلين عندما استقلت وحصلت على حقوقها وعلى دولتها، ماذا فعلت هذه القوى؟ تحولت إلى أحزاب سياسية، وجيشها المقاتل المدافع تحول إلى الجيش الوطني. إحنا إذا أخذنا حقوقنا الوطنية وأقيمت الدولة الفلسطينية، كل ما نملكه سيتحول كبنيان أساسي لهذه الدولة.